افتتح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب اليوم الجمعة وحدة طب الأسرة بقرية الزويدة التابعة لمدينة سيدي براني غرب مطروح. جاء ذلك بعد إحلالها وتجديدها لتخدم أهالي 4 قرى. تم إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بالزويدة بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الصحة والسكان. تتكون الوحدة من طابقين، الطابق الأول يضم استقبال وصيدلية وعيادة خارجية وعيادة أسنان، بالإضافة إلى مكتب تطعيمات ومعمل وغرفة نفايات وعيادة للنساء والتوليد، بينما يضم الطابق الثاني سكنا للأطباء والتمريض وعيادة لتنظيم الأسرة ومكاتب إدارية. اليوم في قرية زويدة بمدينة سيدي براني بنحتفل بافتتاح الوحدة الصحية لقرية الزويدة. هذه الوحدة تخدم أهالي القرية و4 قرى حواليها، يمكن ما يقارب من حوالي 13,500 نسمة. الوحدة طبعا مقامة على مساحة ما يزيد عن 2,000 متر، المبنى مقام على 250 متر، تكلفة مالية 6 مليون جنيه، فيها مكتب صحة، فيها استقبال وطوارئ، فيها مكان للتثقيف والتوعية، فيها متابعة لطب الأسرة. يعني بنقول لأهلنا في قرية الزويدة مبروك عليكم الوحدة الصحية إن شاء الله.